بعد الحقبة دي، لأن سنة 1969 أول ما العملية دي ظهرت فعلا على طول، مين اللي سمع عنها اول واحد يا جماعه؟ عارفين انتوا صاحب عبد الحليم حافظ اللي دايما بيظهر في ذكرى وفاته، اللي دايما يقول حاجات جديده، ده دايما يقول حاجات جديده عن حياه عبد الحليم، عن الوقت مجد العمروسي. فعلا مجد العمروسي اول ما سمع في احدى ليالي الخريف سنه 1968 او 79 60، وفي احدى ضواحي الزمالك، كان قاعد يجري على الفجر كده، يا حليم يا حليم. حليم كان قاعد في البلكونه على كرسي الازاز بيتصفح صفحات النت من على الموبايل، وبعدين قام قال له ايوه يا مجدي، في قال له خبر بمليون جنيه، قال له عمروس اطلع بسرعه، خبر ايه؟ قال له حليم، وقعد يحضن فيه، قال له حليم اخيرا هتتعالج، عارف النزيف اللي بيجي لك كل شويه والهيماتيمسز اللي عندك دي هتتعالج. قال له انت بتتكلم جد؟ قال له ايوه، في انجلترا دكتور انجليزي اكتشف عمليه اسمها بورتو كيفر شنطة، هناخد الدم من البورتال فين نوديه على الانفيرو بلا كيفر. حليم طار من السعاده وقال له اتصل بصديقنا الايه بقى، الدكتور كان ساكن جنبهم ايه يا جماعه في احدى ضواحي الزمالك، برضه اتصلوا بيه. الدكتور اول ما طلع وجوم غير عادي على وشه. حليم قال له انت مش فرحان ولا يا دكتور؟ والدكتور ما بينطقش. مجد العمروسي قعد يبص كده والكاميرا مان قعد يتتبع وجوههم الثلاثه، وبعدين مجد العمروسي قعد يخبط في الحيط كده على الحيط، في يا دكتور انت مش فرحان ولا ايه؟ الدكتور قال له حليم انت مش هتعمل العمليه دي. الدكتور طبعا اول ما سمع الكلمه دي، حليم اول ما سمع الكلمه دي قال له ليه يا دكتور؟ قال له مش هتعمل العمليه دي، لان العمليه دي، وشرح له الكلام اللي انا قلته لكم، هناخد الدم من البورتال فين على الفين وفين كيفه من غير ما ينضف الليفر. حليم اول ما سمع الكلمه دي قال له يعني ايه يا دكتور؟ الدكتور قال له يعني هيباتيك انكفالوباسي. اول ما قال هيباتيك انكفالوباسي ومجد العمروسي بيخبط على الحيط، حليم قعد يلف حوالين الدكتور، قال له يعني اتنين بالاس واتنين بالاي اللي هو اتنين اس واتنين ايه واتنين دي. وهم قال له كده، قال له بالظبط يا حليم، يعني ديس اورينتيشن اتنين بحرف الدي، يعني مش بعيد تبقى واقف تغني قارئة الفنجان، الفنجان يتنايل ب 60 ليله يا جماعه منك، او رساله من تحت الباب تقوم ايه يا جماعه؟ حليم انت لازم تختار. حليم قال له اختار ايه؟ قال له يا تخف يا تغني. وحليم اختار، اختار ان هو يغني، وفعلا امتعنا كلنا باحلى اغانيه بقى، شوقنا وميان وما تخافيش ومن كل الاغاني دي لحد اصلها بتفرق والكلام ده كله، ولكن وغنى الاغاني دي. الغريب في الامر يا جماعه، وما عملش العمليه، اسمعوا بقى يا جماعه، الغريب في الامر ان بعديها بسنتين بالظبط وبرده في انجلترا في لندن مدينه الضباب ظهر دكتور تاني، تحس ان هو اغنى من الاولاني، لان الدكتور التاني عمل ايه بقى يا جماعه؟ اسمع بقى الدكتور التاني عمل ايه؟ قال لك العمليه دي حلوه اه بس بتجيب هيباتيك انكفالوباسي. قال طب ايه رايك بقى؟ انا مش هاخد وصله من البورتال فين، انا هاخد وصله من السوبيريور ميزنتريك. سوبيريور ميزنتريك اولا عيب العمليه دي انتوا عارفين ايه يا جماعه؟ اولا اصعب في الاسم، يعني حتى الدكتور على بال ما يقول اسمها للعيان صعبه جدا يا جماعه، بدل ما تقول بورتو كيفر انت واخد السوبيريور ميزنتريك، لو مسميها ميزن وتلاقيك صعبه كده، ميزنتريكو كيفل، صح ولا غلط؟ طبعا ميزنتريكو كيفل تحس ان هو الدكتور غبي، اذا كان لما انا اخدت من البورتال فين عمل هيباتيك انكفالوباسي، يبقى لما اخد من السوبيريور ميزنتريك اللي هو في الانتستين اللي هو في ارض الحدث اللي هو الامور بتنقلها ب 60 نيله. انت عارف ان العمروسي الغبي اول ما سمع عن العمليه دي برده سنه 1969 وبرده في احدى ضواحي الزمالك وبرده على الساعه مثلا 5 فجرا قعد يجري صحى كل الناس اللي في الزمالك، يا حليم يا حليم. قال له في ايه تاني يا زبط الطين؟ قال له في عمليه جديده اكتشفوها. قال له عمليه ايه؟ قال له ميزنتريكو كيبل. يوميها حليم قال له ما تطلعش، وقال له نفس ما يصحش اقول لان فعلا اذا كان هنا حصل هيباتيك انفالوباسي يبقى هنا ده انت من انتستن بقى، ده هي اصلا المكان اللي مليان بلاوي متنقله ب 60 نيله انت واخد منه وصله لحد ومات. اسمعوا بقى يا جماعه ركزوا معايا، ومات عبد الحفيظ حافظ. مات عبد الحليم حافظ في مشهد كلنا فاكرينه ومحدش فينا يقدر ينساه، مات